السلام عليكم الزلفلاوان، مرحبا بكم خاوتي وحبابي وكاع الناس لا فامي اللي راهم يشوفوا ويشاهدوا في هذا الفيديو. هذا الفيديو جبت لكم مفاجاه او حاجه مليحه ورائعه جدا اللي راح تعجبكم بزاف ان شاء الله. كما نعرفوا باللي هذا الايامات باللي كاينه عرس كروي اللي هو كاس امم افريقيا المقيمه بمصر 2019، نتمنوا كل التوفيق لخاوتنا المصريين في احسن تنظيم لهذه كاس افريقيا 2019، ونتمنوا كل التوفيق للمنتخبات الشقيقه ان شاء الله. ما تنساوش لا فامي الحاجه المهمه باش نشاهدوا كاس افريقيا اللي هي لازمتك قناه باش تفرج، ولكن وين باش تشاهد؟ بزاف الناس اللي ما عندهمش الاموال باش يدفعوا اشتراكات بين سبور وباش يشاهدوا ماتشات باش يبدا، ولكن انا اليوم جبت لكم قناه تفرجوا فيها غراتوي بلاش باطل فابور كيما تحب تفرج غراتوي لي ماتش تاع كاس افريقيا. وما هذه القناه؟ واش هذه القناه؟ اللي هي قناه الرسميه الجزائريه، القناه الارضيه الجزائريه لفورماسيون والمعلومات. راهم عندي هنا عندي فيهم باللي هي في النايصات وكل شيء، ما راحش نكثر الهضره بزاف باسكو انا ماش نملي عليكم، نقدر نملي عليكم ونغلط باسكو الارقام راهي بزاف، يعني راح نخليهم لكم نخليها لكم هنا باش تشوفوا الفوطو هنا ولا هنا ولا تكون هنا، مهم باش تشوفوا المعلومات التاليه باش تدوها، وثاني تلقاوها حتى في الديسكريبشن في الديسكريبشن ان شاء الله، باش هكا تتمتعوا ان شاء الله وتتفرجوا في كاس افريقيا غراتوي بدون احتكار تاع بين سبور في قناه الجزائر الارضيه. ومرحبا بكم يا خوتنا، هذه الحاجه اللي حبيت نبارطاجيها معكم، وجيسبر ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو غير خفيف ظريف على السريع ان شاء الله. ما تبخلوش علينا بالبارطاج الماكسيمو باش الناس اللي مش عارفين يعرفوا ويتواصلوا ويستفيدوا من هذه المعلومه ان شاء الله. تحيه لكم كبيره بزاف، وتمنوا فرجه ممتعه ان شاء الله. كاش خير من كاس افريقيا وتفرجوا غراتوي كاس افريقيا، ونزيدوا نخلصوا باش نتفرجوا. الله يهدينا هاد الناس، الخليفي يحشم شويه على راه. المهم لا فامي طالما في روحكم نحبوكم بزاف، اي صافي ان غرون بليزير على حسن المتابعه والاصغاء، وشكرا بزاف على تشجيعاتكم والانكوراجمون تاعكم ليا انا في التعليقات، وشكرا بزاف لا فامي. المهم نحبكم بزاف، نحبكم الفيديو هذا طرد قول الفيديو هذا بارطاج 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 لي كومونتير لي لايك، نحبكم طرد قول هذا الفيديو. المهم نحبكم بزاف، السلام عليكم.